لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الأسبوع الماضي تحدثنا عن أول يوم للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة التي تنورت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم إليه. أول يوم، وأول يوم حكينا يعني بعض الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما استقبلته القبائل، ولما خرجت جواري بني النجار يستقبلونه ويحيونه، ولما دركت ناقته في مكان مسجده الشريف، وقام أبو أيوب الأنصاري بنقل متاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وإلى داره، ولما حاول جبار بن صخر أو جبار بن صخر أن يوقف الناقة حتى تكمل المسير لتصل إلى بني سلمة، لكن الناقة لم تقف، هذا هو الأمر الذي جاء إليها، كان النبي يقول دعوها فإنها معمورة، أمر بهذا المكان. ثم تكلمنا عن عبد الله بن سلام لما انجفل مع الناس الذين خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم دخل فيه المدينة، فسمعه عليه الصلاة والسلام ويقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان هذا هو أول كلام سمعه عبد الله بن سلام من الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. وتكلمنا عن وصف أنس رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة في أول يوم دخل فيه النبي المدينة أضاء منها كل شيء، وفي اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما رأى أهل المدينة يوما أحسن ولا أضوى من يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأوا يوما أقبح ولا أظلم من اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن نور النبي صلى الله عليه وسلم اللي حكاه الصحابة، كل واحد حكى يعني اللي شافه، منهم اللي شبه نور النبي صلى الله عليه وسلم بنور القمر، ومنهم اللي شبه نور النبي بنور الشمس. تكلمنا عن شهادة أبو بكر وعمر وعائشة والبراء بن عازب
والربيع بنت خثيم وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن سمرة، كل واحد قال شاف نور النبي ازاي. فاضل بس مسألة تتعلق بالموضوع ده ما قلناهاش الأسبوع اللي فات، هنقولها برضو النهاردة لأن احنا بندرس السيرة بندرس المسألة دي. إن بعض الناس بيعتقد أن النبي خلق من نور، من المسألة هنا المسألة صحيح النبي كان منور ومضيء ونوره عالي الناس شافوه، بس موضوع أن النبي خلق من نور هذا الأمر لم يثبت في أحاديث روايات ضعيفة. إن النبي قال لجابر بن عبد الله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، الحديث ده ضعيف مش حديث، لكن بعض المحبين نقول من الصوفية السادة الصوفية يمسكوا في الحديث ده قوي، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر يقولوا بس النبي اتخلق من روح، عندنا أدلة النبي كان نوره زيادة قلناها واحنا بنتكلم بنقول نور النبي، نتكلم عن نور النبي من اول آمنة لما حملت بيه وكان النور جامد وشافته والناس شافوه واثناء الحمل واثناء الولادة ويعني مراحل كثيرة جدا اتكلمنا عنه. نؤمن بهذا ونصدق بهذا ونفرح بهذا، ده يفرحنا. بس الغلو بقى، عارف الافراط والتفريط، الافراط احنا عندنا الصحيح ربنا خلق الملائكه من نور عارفين، وخلق الجان من نار عارفين، وخلق الناس البشر من التراب عارفينها دي، اللي اتخلق من النور الملائكه خلاص، اللي اتخلق من النار الجن، اللي اتخلق من التراب البشر. فحد يقول بقى النبي اتخلق من نور يبقى ملك، وهم الكفار كانوا يقولوا بس لو ربنا بعت لنا ملك او يبعت مع النبي ملك عشان نصدق، يبقى ايه فايدة ان الكفار كانوا بيطلبوا ملك؟ عرفت؟ فايه النقطة دي؟ بس احنا بنتكلم عن نور النبي تمام، بس بنقول النبي زي ما ربنا قال النبي يقول قل انما انا ايه بشر يوحى الي، الوحي بقى هو ده، الوحي نور، قرآن نور، بس النبي بشر مثلكم الموضوعات دي اتكلمنا عنها الأسبوع الماضي. أول يوم النبي دخل في المدينة وأول طعام قلنا أم زيد بن ثابت صنعت طعام وكان ثريد بلبن وسمن، لبن وسمن، وبعتته مع زيد بن ثابت وراح وداه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن أمي أرسل إليك بهذا ثريد، وهو لسه ما طلعش، جيت الجفنة أو القصعة بتاعت سعد بن عبادة وكانت ثريد بلحم وكانوا أحيانا يبعثوا للنبي ثريد بتمر وثريد بأنواع أخرى يعني بعسل وهكذا، وثريد بزيت الزيتون، مرة بلبن مرة بعسل مرة بزيت مرة بلحم كده يعني. المقصود ان ايه سعد بن عبادة على طول، وبعد كده بقى ايه الاكل بتاع سعد بن عبادة على طول يعني كل يوم، بس اول طعام وصل للنبي صلى الله عليه وسلم ثريد بلبن وكانت اللي بعتها ام زيد ابنها، وكل دي احداث بنعرف علم ده بنتعلم وايه اللي حصل ومين. فضل الموضوع يعني ما وقفتش معاه كتير ومهم جدا،
أول كلام سمعه عبد الله بن سلام، أول كلام سمع النبي أيها الناس أفشوا السلام. وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نام. الأربع موضوعات دي مهمة جدا في بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، بل والتشريعات الإسلامية اللي جاية. وده موضوع محتاج وقفة دراسة. واحد يقول لك الموضوعات دي محتاجة دراسة؟ أيوة. عارف لما انا بقول افشوا السلام، انما ما قالش القوا السلام، مش القوا، ما قالش ايه القوا السلام، ما قال ايه افشوا السلام. افشوا السلام يعني ايه افشوا السلام؟ هل السلام يعني بالسلام عليكم؟ ده موضوع لسه محتاج مننا كلام كتير علشان بقى دعوة العالم كله في الزمن بتاعنا وغيره. نحن نريد السلام، اتفاقية سلام للمجلس السلم العالمي، تهديد السلام العالمي، السلام. الناس كلها بتدور على السلام، صح؟ فايه أفشوا السلام؟ ده موضوع لازم نفهمه كويس. دي أول حاجة النبي قالها في المدينة وبيخاطب الكل. ده انا مش بيكلمهم في العقيده، بيقولهمش وحدوا الله لا تشركوا بالله شيئا. فده من الموضوعات المهمه جدا وفي الوقت ده وفي اليوم ده وفي الملأ ده. هنقف في الموضوع ده عشان احنا قلنا قبل كده ان احنا ماشيين ايه دراسه، هندرس ايه ليه الموضوعات دي وليه ده اول كلام. فهنرجع له تاني الموضوع ده، في ده اول كلام سمع الله بن سلام. انا همشي بيكم شوية عشان احنا قلنا اول يوم ايه اللي حصل حكينا فيه واول طعام، فخلينا اول ليلة وبعدين نرجع كده نجيب الدروس تاني اللي فاتتنا، عشان اول ليلة برضو هنحكي اللي فيها ونرجع هنسيب منها درس نرجع ايه نكمله تاني. اول ليلة أبو أيوب الأنصاري لما خد المتاع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم طار بيه على البيت، طار فرحان طبعا، ودخلوا البيت وما صدق النبي قال أي بيوت أهلنا أقرب؟ قال أنا، وهذا باب داري، أنا أو أقرب واحد. فخد المتاع وطار، دخلوا البيت عشان يبقى النبي عنده. وبعدين النبي بعد ما اتكلم مع الناس شويه قال له انطلق فهيئ لنا مقيلا، وراح والنبي اقل شويه. وبعد كده النبي قابل الناس تاني. نتكلم عن الليل بقى، بالليل عشان بالنهار قلنا بقى القبائل والوفود والتحيات والسلامات خلاص. بالليل جه الليل، فالنبي قعد في الدور السفلي، وابو ايوب بيته كان مميز من البيوت المميزه في المدينه ان هي دورين، وده من الحاجات القليله، مش اي حد عنده بيت دورين. فالنبي كان في الدور السفلي، وبعدين جه الليل والنوم بقى، فابو ايوب لقى النبي قعد بالليل وخلاص هيبات باول ليله. قال يا رسول الله إني أكره وأعظم أن أكون أنا في العلو وأنت تحتي، ما بقدرش. قال أنا أكره كده وعظيم عندي حاجة كبيرة قوي، إزاي؟ فأظهر يا رسول الله، أظهر يعني فكون أنت في العلو وأنا وأم أيوب في السفل، يعني جاء يعني استعد ايه انقل بقى فوق اول ليله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ايوب انه ارفق بنا وبمن يغشانا ان نقول في السفل،
أرفق بنا، أرفق بيا إن أكون تحت، وبمن يغشانا. بكرة لسه في عشرات مئات جايين هيسلموا ويستقبلوا لقاءات ومقابلات. أرفق بنا أنا واللي معايا وبمن يغشانا واللي جاي بكرة أو هيقعدوا، أن نكون في السفل أسهل إن احنا نكون تحت. كلام كده فعلا صح، يعني النبي هيطلع بالليل يبات وبعدين ينزل تاني بالنهار عشان يستقبل الناس، او النبي هيبقى هيقعد فوق على طول، وبعدين الناس اللي جايين عشر مئات هيقعد طالعين على فوق، نازلين من فوق، طالعين على فوق، نازلين من فوق، وده ممكن يجرح شوية البيت، ممكن يعني. فالنبي قال له الأرفق نبقى تحت، ده النبي بعيد النظر عليه الصلاة والسلام. بكرة اللي هيحصل بكرة النبي يعني عارفه قبل ما يحصل، ناس كتير جدا أمم رايحة تسلم على النبي غير اللي طلعوا أول يوم. فقال له أرفق بينا واللي يغشى اللي جاي بكرة. سيدنا أيوب تعبان، ازاي مش داخله دماغه ومش داخله دماغه. فاول ليله النبي باتها فين؟ تحت. تحت. طب انت ابو ايوب طلع فوق بالليل، فيقول لابو ايوب ايه؟ كيف نمشي والنبي تحتنا؟ ازاي؟ نمشي النبي تحت؟ نمشي ازاي؟ نمشي ازاي؟ فقال لها ما اقدرش. طيب انا حطيت للنبي المتاع بتاعه في الحته الفلانيه، خلينا احنا نبات ايه في حته تانية بعيد عن المكان اللي النبي نايم تحت منه، وما نمشيش بقى على الحته اللي النبي ايه نايم تحتيها، خلينا في الحته كده ايه على جنب. الله يا ابو ايوب. وبعدين يا ابو بعدين هتتعبنا معاك، الذوق والحب والتقدير والاحترام ده هتتعبنا معاك يا ابو ايوب. فقال لي زوجته لا احنا الحته اللي النبي ما نمشيش فوق منها ابدا. فاخدوا جنب كده وباتوا. وبعدين الليله اللي بعديها ابو ايوب من شده الحرص يقول لمراته ايه زوجته خلي بالك الحته دي واحده واحده بالراحه، وهم بيحاولوا ياخدوا بالهم قوي تعرفش بقى ايده ولا رجله لطشت في حاجه، حب يعني جره كبيره بلاص او زير كبير، جره كبيره شويه، زير كده ايه نص ونص مش زير كبير قوي، خبط فيه وقع اتكسر، الحيطه شربت ميه والنبي تحت. يقول فقمت انا وام ايوب بقطيفه ننشف الماء ليس لنا غطاء غيرها خشيه ان ينزل الماء على رسول الله فيؤذيه. الغطا اللي هتغطوا بيه الليل هي اللحاف القطيفه ديت، والميه نزلت لا تنشا على الحيطه وتنقط على النبي، لا يمكن. الحل ايه؟ نشفوا الميه بالقطيفه. وباتوا من غير غطا. وبعدين يا ابو ايوب اللي هتعملوا فينا بس. وبعدين الليله اللي بعديها قال لزوجته احنا بنمشي حتى في الحته اللي بعيد عنها، والمشي بتاعنا ده هيوقع تراب على النبي. تراب على النبي، والنبي تنزل عليه الملائكة وجبريل يلاقوا على النبي تراب من عندنا واحنا اللي موقعينه. نسيت اقول لك الليلة دي هكمل لك عليها دلوقتي، بس ليلة القطيفة هو قال للنبي حصل كذا كذا. يقول ابو ايوب
وما زلت أتضرع إليه. يعني قررت بقى كل ليلة كل ليلة كل يوم أروح جاي قال نبت حيل عليه علشان إيه يطلع فوق وينزل تحت. فقال ليلة القطيفة قلت له وقعدت أتضرع عليه بس إيه ما وفيش بسرعة بعدين لما نزل. وبعد كده الليلة اللي هم ناموا على جنب قال للنبي قال له إحنا جينا في حتة كده على جنب وليلة القطيفة نمنا والليلة التانية نمنا. بس ليلة التراب دي لما بالليل قعد يفكر هو مأيوب يقول لها يعني ينزل التراب على رسول الله من وطئ أقدامنا والنبي ينزل عليه الوحي تنزل عليه الملائكة ينزل جبريل ينزل القرآن. فقعدوا يتكلموا بعض وزوجته وما بات تلك الليلة ما غمضش ليلة بات من غير غطا وليلة بات في حتة غير النبي نايم تحتها والليلة التالتة ما باتش ما نامش لحد الصبح ما طلع وراح للنبي قال له والله ما بت أنا ولا أم أيوب وأقسم وأقسم بالله يا رسول الله ما أبيت على سقف أنت تحته والله ما بيت تاني على سقف وانت تحت. قال ما اقدرش ما جاليش نوم ومش هيجيلي نوم تاني والله ما هقدر. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم من السفل الى العلو. لا ابو ايوب تعبان مش قادر طول النهار فرحان وحتى جزء من الليل بس يجي بالليل بقى خالص مش قادر جيله نوم. يعني شوف احترام النبي حب والتقدير والفهم ميه تنشع وتخر لا هنشفها انت ما فيش غير غطا واحد هنشف بيه ونام من غير غطا. ده الرسول ده الرسول. طب انا همشي كده في الاوضه ورايح جاي والنبي تحت لا بس ده مش راضي يطلع. طب انا ايه حاجه على جنب كده الحته اللي النبي تحتيها مش همشي عليها. وبعدين موضوع التراب ده ما فيهوش حل يعني مش هنا مش هنا الحيطه هتنزل تراب هنسميها بقى مش متدهره ولا مش عارف اسمها ايه كده حاجه زي كده يعني كده على السقف كده فينزل تراب. قال لا يوم الملائكه تنزل على النبي وعلى التراب من عندنا واحنا السبب فيه وماشيين ده لا. فقال للنبي ما بتش ما نمتش ومش هنام والله ما اقدر اعمل كده تاني. الله ايوه عليك يا ابو ايوب. الحب بقى والاحترام والتقدير انت جبت الادب ده منين؟ جبت الفهم ده منين؟ الحس المشاعر العواطف دي مش اي حد ممكن حد رايح جاي رايح جاي ونايم وتنقلها في دماغه وينزل تراب ما ينزلش تراب الموضوع ده ما لا لا. ابو ايوب نورها في الحس يعني حساس قوي بيحب النبي قوي بيحترم النبي قوي وحاجه عاليه قوي ولا تراب ولا ميه ولا حتى دبيب الاقدام ولا امال لازم يبقى مرتاح خالص لا تراب ولا ميه ولا. الله الله على الصحابه الله على الانصار الله على الجماد يا بختيهم. انا بحكي وايه لسه في دروس بس انا هعديها شويه. وبعدين خلاص بقى ايه النبي طلع فوق وابو ايوب نزل تحت وارتاح وبينام بقى واتبسط بقى يعني خلاص كده ارتاح. وكل يوم ابو ايوب بالليل يروح جاي باعت عشاء للنبي صلى الله عليه وسلم. امال الاكل بتاع سعد بن عباده واسعد بن زراره النبي ياكله بالنهار والضيوف واللي بيه كده من النهار. انما الاكل بتاع بالليل ابو ايوب الانصاري. يعمل عشاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه للنبي النبي ياكل ومعاه يعني اللي معاه ابو بكر او زيد بن حسن وبعد كده ايه يعني بيرجع الاكل تاني لابو ايوب مش هيبات بقى يعني حد بكره يروح جاي مرجعه لابو ايوب. فابو ايوب لما يجي بقى الرد العشاء الراجع يبص كده في القصعه
فين مكان صوابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم أيوب هنا صوابع الرسول، ناكل أنا وإنتي من هنا. التماس البركة، عشان البركة مكان صوابع النبي. لحد ما في ليلة أبو أيوب عمل العشاء وبعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فشوية كده النبي راح جاي بنجع الأكل، قعد يدور فين أثار أصابع النبي ما لقاش. يقول أبو يوسف فانطلقت إليه فزعا مفزوع، فبدأ يحكي للنبي يقول يا رسول الله لما بنبعت العشاء وأنت بترجعه لنا أنا وأيوب بننظر آثار أصابعك، وفي رواية موضع يدك، أنت أكلت منين؟ فآكل أنا وأيوب، مش بقول لها أنا لوحدي أنت كل من أي حتة وسيبي لي أنا، لا أنا ومراتي، البركة تحل على الكل يعني. التماس البركة يا رسول الله، وإني قد أرسلت إليك بعشاء فلم أرى أثرا لأصابعك. فقال النبي إن فيه بصلا في هذه الشجرة، وأنا رجل أناجى. ملائكة، الملائكة بتيجي تناجي، ما بتحبش البصل، بتحبش ريحة البصل. وكمان النبي يقول أنا رجل أناجى، يعني بعض الناس يجي بيقولوا لي كلام سر، النبي ما يحبش أن يتشم منه ريحة البصل. فكلوه أنتم، أنتم مش زيي. يقول أبو أيوب فأكلناه ولم نصنع له طعاما فيه بصل بعد ذلك. بعدين يا أبو أيوب لما يروح يدور فين مكان الصوابع، الله مكان صوابع النبي، يا هناك يا أبو أيوب، يا سعادتك، يا بختيك، هنا النبي كان، رجعت ايدي واكل، ايه في بركة هنا من الله. انا بحكي وما بقفش، ها انا الليلة الحكاية وبس. لحد ما جه يوم ابو ايوب عمل للنبي طعام يكفيه هو ابو بكر، على قد النبي وابو بكر بس، يعني هو عارف النبي، يبدو ان ده كان بالنهار مش بالليل. بالليل هو بيزود عشان ايه؟ عشان هو هياكل بعد كده، يعني النبي هياكل، وبالنهار ما هو فيه يعني في اكل ثاني بيه. فعمل النبي اكل بالنهار. يقول ابو ايوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليه انطلق فادع لي 30 من اشراف الانصار. يقول فشق ذلك علي ولم يكن عندي مزيد، هو الاكل اللي انا حطيته اليوم ده ما كانش فيه زياده خالص، وانا شق عليا يعني 30 ده يا دوبك هيكفي النبي وابو بكر. قال فكاني تثاقلت، يعني اتاخر شويه يعني ما عملنا يعني عشان النبي ايه ما يعيدش تاني ويعني ينشغل على الموضوع ده ويعدي، ما فيش اكل تاني في البيت غير الاكل شويه دول. يقول فناداني الرسول قال يا أبا أيوب انطلق فادع لي 30 من أشراف الأنصار. الأشراف دول عايزين بقى إيه؟ يقول فانطلقت فدعوتهم له فدخل، فقال النبي كلوا، فأكلوا حتى صدروا شبعوا وشهدوا له بالرسالة وبايعوه. الحمد لله كده ربنا ستر، نقول لهم كلوا، سمع الأكل ودعا وكفى 30. قال يا أبا أيوب انطلق فادع لي 60 من أشراف الأنصار. قال فانطلقت وأنا أجود بال60 من ال30. لا بقى فيش المرة دي ما فيش تثاقل ولا ايه. لسه شايف. قال فانطلقت فجمعتهم له فدخلوا، فقال كلوا، فأكلوا حتى صدروا وشهدوا له بالرسالة ثم بايعوا وخرجوا. قال يا أبا أيوب انطلق فادعوا لي 90
من أشرف الأنصار. قال فخرجت وأنا أجود بالتسعين والستين مني بالثلاثين، فدعوتهم له فدخلوا، قال كلوا، فأكلوا حتى صدروا شبعوا يعني، وشهدوا له بالرسالة تمام مع التوحيد وبايعوه، ثم خرجوا. قال فأكل طعامي في هذا اليوم 180 رجلا كلهم من الأنصار. والأمر تكرر مع الرسول تاني كتير كتير، هنحكي يعني لما يجي إن شاء الله بعدين هنحكي. دي بعض المواقف في بيت مين؟ أبو أيوب الأنصاري. لحد كده هقف هقف وارجع تاني نشوف الكلام بتاع عبد الله بن سلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. والدرس بتاع الليلة دي يتعلق بمسألة مهمة جدا وبدأت تاخد يعني مكانها حتى في النزاعات. وأنا أقول لك المسألة إيه؟ أيهما يقدم، الأدب أم الاتباع؟ والأدلة اللي قالوا الأدب يقدم إيه أدلته؟ وقالوا لا الاتباع هو اللي يقدم، وإيه اللي أدلتهم عشان تتعلق بها مسائل ما زالت إلى يومنا هذا مثار خلاف. يعني لما نيجي في الأذان نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله فنراعي الأدب، ولا نقول أشهد أن محمد رسول الله ونراعي الاتباع. وفي التشهد اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة نقول كده ولا اللهم صل على محمد؟ نشوف كده الاتباع يقدم ولا الأدب بالأدلة. يعني ايه؟ هتلاقي موضوع أبو أيوب الأنصاري هو اتبع الأدلة الأمر والنهي ولا الأدب؟ في الآخر قال أنا ما أقدرش يا رسول الله، أو تحت أنسب لك وأنسب للناس، بس أنا تأدبا ومش قادر، أنا ما أقدرش أبقى فوق، أنا أبقى تحت. هنا قدم الأدب على الاتباع ولا الاتباع على الأدب؟ ما هي المسألة. وقيس عليها بقى إيه؟ هتلاقي في أدلة جاية. يعني لما النبي في مرض الوفاة وكان أبو بكر بيصلي بالناس، وبعدين لما لقى الناس بينبهوه كده إن النبي طلع وهيصلي بالناس اتأخر، رجع لورا، فنبقى أشار إلي أن أكمل. قال ما كان، وبعد الصلاة النبي يقول له ما منعك؟ أنا أمرتك كمل. قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، الأدب ولا الاتباع؟ دي مسألة لازم نعرف إيه المواضع اللي نقدم فيها الأدب والمواضع اللي نقدم فيها الاتباع عشان ما يحصلش الاختلاف. طب نقول سيدنا محمد في الصلاة، طب نقولها في الأذان ولا؟ ودي مواطن، يعني إيه مواطن الموضوع؟ ما محتاج يعني إيه إن إحنا نقول بقى يعني الفريقين. يعني أنت بما إن موضوع أبو أيوب الأنصاري عدى علينا وإحنا بندرس، احنا اتفقنا ان احنا ايه بنقول السيرة للدراسة، مسألة كده نشوف الادلة. يعني ده موضوع العلماء بصوله ازاي، وتفرع منه مسائل ازاي، وايه الادلة؟ ما ده دليل ودليل ابو بكر، وفي ادلة تانية، واللي قالوا لا الاتباع اولى في ادلة تانية. نشوف الموضوع ده، ناخد الادلة دي نحطها فين وناخد أدلة دي نحطها فين، ويصطلح كل فريق على أدلته، ويبقى كده ايه لما تبقى المسألة كده من غير مش مظبوطة ملهاش ضوابط هيحصل بقى ايه تغيرات. يعني بعض الأماكن لما في الأذان يقولوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وبعض الأماكن لا،
وهكذا. فنرجع تاني ناخد الموضوع بتاع عبد الله بن سلام علشان نشوف احنا هنستفاد منه ازاي وهنطبقه ازاي. افشوا السلام الصحابة عملوا ازاي واحنا نعمله ازاي. السلام الخاص والسلام العالمي والسلام الاجتماعي واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام. لازم نعمل الاربعة دول، وبعد كده نرجع تاني على موضوع ابو ايوب، عشان احنا لسه ايه مكملين مع ابو ايوب ده، لسه النبي قاعد في بيته لسه شوية. بس بنشوف الصحابة بيحبوا النبي ازاي، بيتقدموا مع النبي ازاي. ربنا قال في القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه ربنا بكرة وأصيلا. توقير النبي، والصحابة اتعلموا الحاجات دي. ده سيدنا ابو ايوب لسه ما حدش قال له، لسه ما حدش قال له. انما في حاجات اداب كده ايه شخصيه فطريه، ده الرسول. وينفع حد يمشي فوق منه؟ ويمشي ينفع حد يبقى في الحته اللي طب ينفع الميه تنقط على الرسول؟ طب ممكن نقول للرسول يا رسول الله الحته دي بتنقط، طب تعالى انت كده شويه. النبي ما يجيش كده ولا كده، محدش يقول للنبي تعالى انت كده اتاخر كده، انا اتصرف. النبي يقعد مطرح ما يقعد، واحنا نتصرف بقى بقيه التصرفات. هنبات من غير غطا، ما فيش عنده غير ايه حته قطيفه. يا ابو ايوب ده احنا عندنا كم بطانيه في البيت، وكم لحاف، وكم كبرتايه، وكم ملايه، وايه اللي صيفي وايه اللي شتوي، وانت بكل الادب ده ما عندكش غير قطيفه. اي اللحاف بتاعه الغطا بتاعه قطيفه بس ايمانه وادابه دي دنيا ولا حاجه. تجيب لحفه، تجيب بطاطين، تجيب كبرتيات. الصحابه كانوا فقراء دنيويا بس اغنياء ايمانيا اخرويا. شوف الدنيا، شوف الدنيا بقى اديها حجمها، اديها على قدها يعني. شوف الصحابه، احنا يعني نكيف نفسنا على الصحابه. طبعا مع الفارق ما بنقدرش نعمل زيهم، بس يعني اللي موجود عنده والحمد لله، اللي عنده الحفه شتوي، واللي عنده بطاطين، واللي عنده كبرتيات، واللي عنده والحمد لله. واللي ما عندوش ما تعملش مشكلة يا عم، هم الرجالة مش مشكلة، مشكلة بقى الزوجات يعني، مش مشكلة خلاص. هي أم أيوب عملت مشكلة ولا حاجة؟ الله، اعترضت على أبو أيوب، طب بلاش الغطا ده، طب ننشف بهدومنا. هم عندهم هدوم، هم عندهم هدوم، ننشف بحاجة تانية. احنا بقى عندنا دلوقتي المكانس، ما اعرفش اشكال وانواع، والحاجات التجفيفات، بننشف الارض بايه، وبيوتنا مليانه. الله، هو بيته كان من غير دهاره، من غير دهاره، لا فوق ولا تحت. لا الشقه بتاعته الظاهر هيك تراب، ما فيش سيراميك، الشقه بتاعته ما فيهاش سيراميك، والسقف اللي تحت مش متدهر، تراب من فوق وتراب من تحت. أبو أيوب الأنصاري، ولما تسمع بقى قصته لحد ما مات، حكاية. أبو أيوب الأنصاري ده حكاية، مدفون لحد النهارده فين؟ في القسطنطينية، في تركيا. الآن يا هناك، ولما حضرته الوفاة وكان تعبان وعيان، طلع للجهاد، قال لهم بس قربوني لأقرب حتة للفتح والأعداء، وادفنوني هناك. وابو قبره هناك في القسطنطينيه في تركيا.
يقول لك القبر الوحيد اللي معمول عليه حراسة إلى الآن. كل قبور الصحابة ما تلاقيش قبر عليه حراسة إلا قبر أبو أيوب هناك عاملين له يعني حراسة، معروف مكانه كده أبو أيوب الأنصاري. وتشوف بعد كده دوره إيه في الغزوات ودوره في حادثة الإفك لما طلعوا كلام على ابن عائشة ويروح لأم أيوب، ولا أم أيوب أنت ممكن تعملي كده؟ تقول له لا، تقول لها عائشة أحسن منك. لا يمكن. وهكذا مواقف أبو أيوب. أبو أيوب الأنصاري ده إحنا بنحكي عنه من بدايته، شوف بدايته مؤدب ذوق أخلاق عالية قوي. شوف هيفضل بقى كده على طول بقى طول حياته في المدينة وبره المدينة ويسافر أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه، عشان تشوف الأنصار وتشوف الصحابة ده رزق ربنا بعته للنبي. هو في نوعية، في نوعية زي دول، وفي نوعية زي دول يعني أحاطوا بالنبي أحاطة السوار بالمعصم كده وعملوا حاجات مع النبي حاجة جميلة أو إحنا بنحكي وإحنا فرحانين، فرحانين بالتصرفات الصحابة مواقفهم يعني ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا هنقف لحد كده في، وزي ما اتفقنا إن إحنا هنرجع تاني نشوف الدروس بقى العملية. إحنا هنترجم، هنترجم المعلومات اللي احنا سمعناها دي ازاي، موضوع الاربع اوامر وكذلك موضوع ايه الاتباع ولا الادب، ما احنا عشان هيمر بينا مواقف يعني واحنا عايشين فالمسألة دي برضو ندرسها مرت بينا يعني ناخدها من ناحية الدراسة ونكمل بقى ايه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. شوف بقى بعد كده الايام اللي جاية، الايام اللي جاية ايه اللي حصل، قصة مسيرة جميلة قوي، قصة حياة النبي، السيرة، نشوف كده إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.